الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وقوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. هذا الحديث فيه فوائد: أولها الحث على التبكير ليوم الجمعة، الحث على التبكير ليوم الجمعة، فالتبكير إلى يوم الجمعة من فضائل الأعمال التي يفرط فيها كثير من الناس. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون عناية كبيرة بالتبكير إلى يوم الجمعة، بل ذكر بعض أهل العلم أن أول بدعة أحدثت في الإسلام هي ترك البكور إلى يوم الجمعة، ترك البكور إلى يوم الجمعة. فقد كانت ترى القناديل في الليل كأنه الصبح من كثرة الماشين إلى صلاة الجمعة مبكرين إليها، ولكن في الأزمنة المتأخرة مع تيسر الأمور من فضل الله سبحانه وتعالى بأن صارت هذه الطرق معبدة وميسرة، والمساجد مفروشة ومكيفة، وكل الوسائل مهيئة لأن يأتي الإنسان مبكرا، إلا أن كثيرا من الناس يفرطون في هذه الأجور العظيمة. فلو جئت قبل دخول الإمام بساعة أو أكثر وأقل لا تجد إلا أناسا قليلين في المسجد، وكل هذا من التفريط في هذه الأعمال الصالحة العظيمة. فيوم الجمعة يوم عبادة، المسلم يفرغ فيه نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو يوم عيد في الأسبوع، ولذلك ترتبت عليه هذه الأجور. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة في الصفة، ثم راح فكأنما قرب بدنه. في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم راح، أي خرج إلى الصلاة مبكرا، قال فكأنما قرب بدنه، أي كأنما قرب بعيرا. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن أطيب الأكباش. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تحضر الملائكة تستمع الذكر، يعني ينتهي الأجر، أجر البكور، يبقى أجر الصلاة، أما أجر الجمعة والتبكير فذهب عليك، والأجر إذا فات لا يعود. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: في الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كيف نحسب هذه الساعات؟ الساعة التي ترد في الحديث والآيات ليس هي الساعة التي في عرفنا 60 دقيقة، وإنما الساعة هي قدر من الزمان، قدر من الزمان. فكيف نعرف هذه الساعات في يوم الجمعة؟ أحسن ما ذكر في هذا أن يقسم الوقت إلى 5 أقسام: من طلوع الفجر إلى وقت خروج الإمام، وقيل من طلوع الشمس إلى خروج الإمام.
فيقسم هذا الوقت خمسة أقسام، قد يكون ساعة ونص، قد يكون ساعة وربع، قد يكون أقل، قد يكون أكثر على حسب الوقت. فتكون هذه هي الساعة الأولى، والتي بعدها الساعة الثانية، وهكذا. فيقسم الوقت من طلوع الشمس على الصحيح إلى وقت خروج الخطيب، قسم إلى خمسة أقسام. فهذه الخمسة الأقسام هي خمس ساعات. فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا إن الأعياد فيها قربات، فعيد الفطر يتقرب الناس فيه بزكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يتقرب فيه الناس بالأضحية، يتقرب فيه الناس بالأضحية. وبما أن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، صار التقرب إلى الله عز وجل بالبكور، فصار أجر البكور كأجر العمل في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فكأنما قرب كبشا، كأنما قرب بدنا، كأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا، يعني في الأجر والثواب، يعني كأنك ذبحت ذبيحة، فهي تعادل ما تذبحه في يوم عيد الأضحى. وكأنما قرب دجاجة، وكأنما قرب بيضة، وكهذا هذا من الصدقة، تقوم مقام زكاة الفطر في الأجر والثواب. وهذا السباط لا شك أنه السباط بديع، فالأعياد يتقرب فيها إلى الله. وبما أن يوم الجمعة ليس فيه تقرب بالذبح والتصدق، فقام مقامه البكور. في ذلك على المسلم أن يحرص على البكور يوم الجمعة لما فيه من الأجور العظيمة التي أعدها الله عز وجل للمبكرين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.